عشان نرفع البلد لفوق ونشوف مستقبل اولادنا بعد كده ومسيرنا في يوم من الايام هنرجع بلدنا مهما قعدنا هنا في البلد. هنا فين جاي لك يا فندم؟ المقر يا فندم اسم سيادتك. من غير انتخابات البلد هتبوظ. ننزلوا انتخبوا وان شاء الله يعني مصر تبقى بخير ان شاء الله. اننا كلنا نشاط وحيويه وجايين نشجع مصر وشعب مصر ونختار الناس اللي هي تكون عندها ضمير وتخاف على شعب مصر وتعمل حساب الفقير قبل الغني. اللي بصدنا عشان ربنا يسهل والامور تتعدل في البلد وربنا ينصر السيسي ان شاء الله.